كما يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى. أهلا بك معالي الرئيس في نشرة الثامنة. نحتفي اليوم بهذه الزيارة الميمونة من الرئيس المصري لمملكة البحرين، ولو نتحدث عن العلاقات المصرية البحرينية والتي تحمل في طياتها بالطبع العديد من المواقف، وهي المواقف التي تؤكد قوتها وتماسكها وترابطها، كيف انعكس ذلك في التعاون القائم بين البلدين؟ مساكم الله بالخير. بداية نرحب بضيف مملكة البحرين الكريم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في بلده الثاني مملكة البحرين. وعندما نتحدث عن العلاقات المميزة بين جمهورية مصر العربية الشقيقة ومملكة البحرين نصفها بأنها علاقات ممتدة عبر التاريخ تزداد قوة ورسوخا في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. ونؤكد على أن هذه العلاقات علاقات مميزة بالاستقرار، وأنها ذات رؤية ومواقف موحدة إزاء القضايا العربية والدولية. وأصبحت هذه العلاقات بين البلدين استراتيجية وذات عمق أخوي راسخ، وتعتمد على أسس متينة تصب في التعاون الوثيق بين القيادتين الحكيمتين في كلا البلدين. كما يسجل التاريخ مواقف رمزية للتعبير عن مدى عمق أواصر هذه العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، وإسهامات الخبرات المصرية الباردة في مختلف المجالات الإنمائية من نحو قرن من الزمان. وتأتي هذه الزيارة في ظل متغيرات إقليمية ودولية هامة تتطلب توحيد الرأى وتنسيق المواقف والعمل على زيادة التعاون بما يحفظ المصالح المشتركة للبلدين. كما تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أشكالا متعددة ومتنوعة من النشاطات التجارية والاستثمارية والتنموية والسياحية. وتشهد حركة التبادل التجاري بين البلدين نموا متزايدا بلغ ذروته خلال عام 2021 حتى يومنا هذا، وتحت المملكة البحرين مرتبة متقدمة في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري. وتتعزز العلاقات البحرينية المصرية باستمرار التعاون الدفاعي والتنسيق الأمني والسياسي بما يدعم التضامن العربي ويعزز حماية المنطقة من الأخطار المحدقة بها ويقوي جبهاتها الداخلية والمجتمعية من جهة وينهض بأدوارها السياسية. ونجدد التأكيد بأن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ستبقى علاقات متميزة على مستوى قادة البلدين والشعبين الشقيقين، وتزدان بمسيرة زاخرة من التعاون الشامل والتنسيق الثنائي في كافة المجالات. وهنا لا يفوتني على أن أؤكد على حرص السلطة التشريعية في مجلس الشورى على مد جسور التعاون والتنسيق البرلماني مع جمهورية مصر الشقيقة، وهذا ما انعكس على الاجتماعات الثنائية والزيارات المتبادلة بين السلطتين التشريعيتين في البلدين الشقيقين، وكذلك مذكرات التفاهم المتعددة لتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية.
وهنا لابد من الإشارة إلى المستويات العالية من التنسيق البرلماني بين البلدين الشقيقين في المؤتمرات والمحافل الدولية، والحرص الذي يبديه أعضاء السلطتين التشريعيتين في صوغ الرؤى والأفكار الموحدة تجاه القضايا والموضوعات المشتركة، خصوصا تلك التي تناقش في المحافل البرلمانية الدولية والتي تعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فأهلا وسهلا بالضيف الكريم، ضيفا عزيزا على مملكة البحرين، ملكا وحكومة وشعبا. نعم، شكرا جزيلا لك معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، شكرا على هذه المداخلة.